بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان. نحن نطل عليكم مجددا من شاشة قناة الزهراء عليها السلام في حلقة جديدة وبحث جديد كما عودناكم. نرحب بضيفنا السيد عبد الغفور المفضل المتخصص في دراسة الأديان. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا، كما عرفنا أنك طالب علم ومتخصص بالديانات، وحين نتطرق لموضوع الديانات نجد أن هناك العديد من الديانات لها طقوس وعلاقات ببعض الفرق، وبما أن حضرتكم صاحب تخصص في هذا المجال نود أن نستفيد. لماذا تخصصتم في دراسة الأديان المقارنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. طبعا قبل أن أتطرق إلى هذا السؤال أود أن أطرح فد مقدمة بسيطة. نحن كمسلمين ولدنا مسلمين وتربينا مسلمين، لما احتكينا بالمجتمع الخارجي صارت عندنا نوعا ما من فكرة. هي شنو فكرة؟ فكرة الاستكشاف أو فكرة التطرق إلى معلومات أكثر أو استحصال معلومات أكثر، المحاولة على الاستحصال معلومات أكثر. بالنسبة لي الحمد لله وشكر أنا ولدت من أبوين مسلمين وتربيت أيضا على الإسلام والحمد لله والشكر، ولكن لما خرجت إلى المجتمع الخارجي أو إلى يعني خارج نطاق الأسرة صار عندي نوعا ما من البحث، يعني عن الأسئلة، أسئلة كثيرة تراود أي شخص طبعا، أسئلة موجودة، لكن ما تطرقت إلى الأديان السماوية أو الغير سماوية أو الأديان بصورة عامة، ما تطرقت لها في مقدمة حياتي. ولكن بعد سنة 1999 وبالضبط يعني في بداية سنة 2000 لما احتكيت بالمجتمع الخارجي أو المجتمع الغربي صارت عندي نوعا ما فكرة، وهي فكرة البحث عن الأديان أو عن أحقية هذه الأديان، بالإضافة إلى أنه معظم الناس أو معظم الطلبة الموجودين سواء كانوا داخل أو خارج العراق أو من المذهب الاثنى عشري قليل من عندهم اللي تطرق إلى الأديان أو شرح الأديان، قلة، وإنما اختصوا فقط بالإسلام زين واحتمال يعني الأديان السماوية فقط. أما كمحتوى أعم أو مثلا تطرق أعم إلى أكثر من ديانة، مثلا الديانات الأخرى، شفت أنه قلة من الطلبة، فلذلك أنه مما جعلني يعني يصير عندي نوعا ما من الاستعداد الأكثر وحفزني أكثر على أنه أتطرق إلى بعض الديانات الأخرى اللي السماوية وغير السماوية. نعم، سمحت السيد، من أين استمدت الأديان الغير سماوية طقوسها وعبادتها؟ الإجابة على هذا السؤال فيه عدة محاور أو عدة نقاط. الأولى هي الديانات التي قبل مجيء الإسلام. الديانات التي جاءت قبل مجيء الإسلام هي ديانات معظمها، أنا أقصد فقط الأديان الغير سماوية، معظم الأديان الغير سماوية جاءت من الأساطير والخرافات والعادات والتقاليد في المجتمعات، طبعا طبقا للواقع الجغرافي اللي يعيشونه
في تلك المناطق، وكانوا أيضا معظم هذا الإرث اللي هو يعتبرونه إرث كبير بالنسبة لهم، اللي حول من ذلك الإرث أو تحول ذاك الإرث إلى دين، وكانت أيضا يعني نقدر نقول بصورة أكثر أو أوضح بأنه صارت إلى أكثر من ديانة وأكثر من مذاهب في ديانة واحدة، يعني حتى في غير السماوية توجد فرق، يعني مو بس في الديانة السماوية. نعم سماحة السيد، هل يعقل بأن أسطورة تتحول إلى ديانة ويتم الاعتقاد فيها؟ نعم، الأسطورة يعني إلى الآن موجود في مثلا بلاد الإسكيمو أو بلاد مثلا بلاد اللي هي احنا نسميها التبت، وأيضا في بلاد أخرى اللي هي نوعا ما يصلها التكنولوجيا أو ما يصلها الإعلام، سواء كان الإعلام عن طريق الأجهزة أو إعلام عن طريق الناس يعني. فهذول موجودين إلى يومنا هذا معتمدين على كافة طقوسهم وعلى كافة ممارساتهم على شنو؟ على الإرث والخرافات والأساطير اللي موجودة سابقا. مثل من؟ أضرب لك فد مثل، عندهم إلى الآن مثلا في منطقة جبال مثلا الإفرست أو غيرها، هذه تسكن فيها بعض القبائل، هذول إلى الآن موجودين، أكو ينزل ضوء من السماء يعني في وقت من السنة، هذا الضوء يجي كشلون الغيوم لكن ألوان بي مختلفة، وموجود يعني حاليا يقدر أي شخص يتطرق له أو ينظر له من خلال الكمبيوتر أو اليوتيوب، أو موجودات هذه كلها موجودة. فإلى الآن يقولون هذه هي شنو؟ روح الإله موجودة، أرواح الآلهة. زين هاي أرواح الآلهة منين جابوها؟ إذن أكو شنو؟ أكو عندهم ميراث، هذا جابوه من الأب أو من الأم أو من أجدادهم إلى يومنا هذا، ولا زالوا يتعبدون به. يعني لما يريد ينزل هذا تقوم عليه طقوس، تقوم عليه أيضا شنو؟ ممارسات عبادية وغيرها من الذبح وإطعام وغيرها. نعم سماحة السيد، ما هي أكثر الأديان الغير سماوية انتشارا في العالم، وما هي الأكثر تأثيرا على الإنسان الجاهل؟ أكثر الديانات هي يعني اللي موجودة حاليا واللي يدينون بها بعض الناس أو الجهال من الناس، نقدر نقول باعتبار أنه ما صار بحث، ولو كان بحث موضوعي ومنطقي لما تبعوا هذه الديانات. وهذه الديانات الأولى منها هي الديانة الهندوسية، وطبعا ملايين من الناس يتبعون هذه الديانة وموجودين حاليا في الهند وفي سريلانكا وغيرها من هذه الدول اللي نقدر نقول انه هي المنتجع الكامل لهذه الديانة وللطقوس مالتها. والديانة الأخرى هي الديانة البوذية، باعتبار أنه الديانة البوذية أيضا في جنوب شرق آسيا وأخذت حيز كامل، وهؤلاء الناس أغلبيتهم ناس نقدر نقول فطريين إلى حد ما، ومعظم المواريث الاجتماعية تصب عليهم وتلزمهم باتباع هذه الديانات. نعم، ولكن سماحة السيد، نحن نرى في العالم بأن هناك شخصيات مرموقة وكبيرة تتجه الآن إلى الديانات الغير سماوية مثل ما تفضلتم، الهندوسية والبوذية، وهم أساسا من أصحاب الديانات السماوية، فما تعليقكم على ذلك؟ نعم، هذا سبق وهسه قبل قليل أنه طرقت لجزء بسيط من الإجابة عليه. اللي يطرقون أو اللي يطلعون من الإسلام أو من الديانات الغير السماوية إلى الديانات الغير سماوية، هؤلاء يعني بغض النظر عن شهاداتهم، لأن معظمهم تجي تلقى مثلا بروفيسور أو تلقى مثلا دكتور، نعم.
ماخذ دكتوره مثلا بالعلم الفلاني او مثلا طبيب جراح او غير. هاي مو شرط، هذا مو شرط، هذا تخصص في مجال مثلا وترك مجالات، تخصص في مجال وترك مجالات اخرى. يعني مثلا نطرق الى قضيه الطب، لكن ترك قضيه الديانه باعتبارها انه فد شيء ثانوي، يعني مو مثل المجتمعات العربيه او مجتمعات نقدر نقول المجتمعات الواعيه اللي هي تقدم الديانه على قبلها او على غيرها، معذره الديانه على غيرها. فنجد معظمهم اللي تحولوا لأسباب. الأسباب مثلا أول سبب من هذه الأسباب هو نقدر نقول رغبة الشخص بالدين. مثل شنو؟ أضرب لك فد مثل. احنا مرات لما نريد شغلة أو نريد فد شيء ونريد فد شيء طابقة مثلا من ديانتنا، نحاول ندور فد شيء يسوي له حلية، نحلله زين، نحلل هذا الشيء. يعني عندنا حتى في تاريخنا الإسلامي نجد بعض الناس إلى يومنا هذا يحاولون يحللون الربا، لكن عن طرق أخرى يحاولون يحللون الربا، أو مثلا يحاولون مثلا يستخدمون السرقة مثلا بأبواب أخرى، لكن الشرع تصدى لهم في هذا الباب. أرجع إلى النقطة الأساسية وهي أنه رغبة الشخص في الدين. يعني لما شاف مثلا الديانة البوذية تتيح له مثلا شرب الخمر ويريد يشرب خمر، أتاحت له مثلا الزنا يزني. نعم ظاهريا شيء وباطنيا شيء آخر. مثلا الديانة البوذية مثلا لا تقر بالزنا، لكن شنو؟ ماكو التزام ما موجود، فلذلك عندهم شيء عادي، يشوف أنه هذا الشيء أو هذه الديانة يتطرق لها من باب انه رغباته وين يحصلها، عفوا رغباته وين يحصلها، يحصلها في هذه الديانه فيتطرق لها ويحصل على مبتغاه. لهذا السبب تشوف معظمهم اللي تحولوا من الديانه السماويه الى غيرهم تلقى مثلا نوعا ما ديانته او التزامه جدا ركيك، يعني ما عنده التزام. لهذا السبب انه يتحول مباشره من الديانه السماويه الى الغير سماوي. نعم. سمحت سيد، هذا الكم الهائل من معتنقين تلك الديانات، هل ترون أن الفطرة هي التي تقودهم لهذا المفهوم؟ نعم، نقدر نقول أنه الفطرة، نقدر نقول الفطرة، وبنفس الوقت نقول العادات والتقاليد. العادات والتقاليد هي اللي دفعتهم. العادات والتقاليد منين إجت؟ إجت من الفطرة. يعني مثلا هم اعتادوا على مثلا شنو؟ الاحترام. اعتادوا على مثلا شنو؟ اعتادوا على الخير، فعل الخير. اعتادوا على احترام الأنظمة. اعتادوا على مثلا إكرام الشيخ الكبير أو إكرام المرأة الكبيرة. هذه عادات، أغلبيتها عادات وتقاليد، هاي جاءت من الفطرة. ومتى ما بوبت أو وظفت تجاه هذا الباب هو باب الاحترام وغيرها، طبعا راح ياخذ شنو؟ ياخذ طريقه. لذلك نشوف احنا معظم الديانات، لنفرض مثلا الديانه نتطرق مثلا الديانه السيخيه. الديانه السيخيه هي اخذت من هنا ومن هنا، لانه كان واحد من عندهم ممن درس الصوفيه ودخل في الديانه السيخيه وحط تعاليم من ضمن الديانه السيخيه، حط التعاليم وحلل أشياء وحرم أشياء، يعني مضادة بمن؟ ضدية، صارت ضدية قضية والهندوس وضدية مع الإسلام، لأن هو كان هذا نوعا ما نقدر نقول ذكي، لكن ذكاء وظفها في، معذرة نقدر نقول وظفها في خدمة الشيطان. زين، لأن الشيطان لعب دوره على أساس أنه هو رسل من الرسل، بل إلى الآن يعتبرونه هو مو فقط نبي، وإنما فتشخص هو إله بالنسبة لهم، لأن معظمهم يعتبرون الرسل آلهة عند الديانة السيخية. نعم. لذلك أقدر أقول نعم الفطرة تلعب دور أساسي بالنسبة للديانات. نعم. ما هي الحكمة من اختيارهم لهذه الديانة أو تلك، وما هي آثارها؟
هذه نقدر نقول أو نلخصها بجواب جدا بسيط، وهو نوعا ما أنا أجبت عنه. نقدر نقول أنه الفطرة البشرية تدعي له مثلا، أكو مثلا تلقى إنسان كبير بالعمر، الإنسان الكبير بالعمر يطلب أو يريد شخص شنو يحترمه، يريد شخص يخدمه، يريد شخص كذا. قضى شوط من العمر إلى أن وصل مثلا 60، بعدين شاف نفسه مثلا هو على ديانة، مثلا أبناءه راحوا إلى غير، وهو راح إلى مثلا دار العجزة، فمباشرة من يتجه من الديانة مثلا غير سماوية السماوية إلى الديانة غير سماوية. لذلك اختيارهم نوعا ما هو شنو؟ الرغبة الذاتية في اتباع الديانة. يعني مو قضية بحث موضوعي أو بحث عقلي، إنه بحيث إنه وصل إلى مرحلة إنه هذه الديانة هي ديانة من أو الديانة الحقة في الاتباع. نقدر نقول إنه كل الأدلة صارت أمامه في إبطال الديانات الأخرى، وبقت فقط هي الديانة هذه اللي هي نقول مثلا ديانة غير سماوية فاتبعها. لهذا السبب تشوف أغلبيتها بالرغبات، يعني رغبات، وأيضا بعض التعاليم اللي هي تجذبهم إليها. اللي مثلا أبسط شيء مثلا عبادتهم، ما كنت على خمس صلوات وغيرها من تعقيبات وما أعرف شنو، يعني يقول لك أنا ما عندي وقت، أنا عندي شغل، أروح مثلا أروح أصلي، لا. فشي يسوي؟ يروح يقعد مثلا أمام الصنم فات خمس دقائق، ثلاث دقائق، دقيقتين، يسجد للصنم ويدير وجهه ويطلع. لذلك هم أيضا يشوفها من باب السهولة، يعني نوعا ما يعتبرها مثلا فتشي سهل إليه وسلس، فيتبعها من هذا الباب. نعم. سمحت سيد، من عاش على ديانة غير إسلامية وكان صالحا ولكنه لم يسمع عن الإسلام طيلة حياته حتى مات، ما هو حاله يوم القيامة؟ وهل سيحاسبه الله تعالى على قيامه ومبادئه؟ هذا النوع من السؤال تكون إجابته فقهية، يعني نقدر نقول ما تتطرق للقضايا التاريخية نوعا ما. لذلك نشوف أن معظم الأجوبة اللي طرقت في هذا الباب كالآتي. إجابة على هذا السؤال، القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شو يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لهذا السبب عندنا بعض القبائل أيضا، هذه طبعا إلها مصداق، هذا الكلام إلها مصداق على أرض الواقع، أيضا موجودين في مثلا غابات الأمازون وغيرها من هذه اللي ما واصلهم، أو في أفريقيا مثلا بعض القضايا في أفريقيا أو بعض القبائل في أفريقيا ما واصلها هذا الشيء، ما واصلها اسم الإسلام. مثلا واصلتها القضية المسيحية، واصلتها القضية المسيحية أو مثلا الديانة المسيحية أو الديانة اليهودية من هاي الأديان السماوية. هؤلاء الله سبحانه وتعالى ما يحاسبهم على أنه أنتم ليش ما صرتم مسلمين، لا، يحاسبهم على شيء هو احنا نقدر نقول من باب القاصر والمقصر. يعني أنا هسه مثلا أعرف أكو تكنولوجيا، وأعرف أكو شيء اسمه مثلا فاكس، أعرف شيء اسمه إيميل، أعرف شيء كذا كذا، وأعرف شيء اسمه تواصل اجتماعي، ومع ذلك أنا مثلا أتكتر عن هاي الأمور كلها وأطالب الناس بمن بصلة الرحم مثلا، فمثل يعني بصلة الرحم، الناس اللي يقول لي مثلا يا با أنت هذا مجرد تليفون، وعن طريق هذا التليفون خلي تكون صلة الرحم معك، أنا هذا الشيء مثلا ما متقبله وما أريد أستخدمه. هذا شو يصير نوعا ما حجة علي، باعتبار أكو فد شيء أنت سمعت به لكن شنو ما استخدمته. صحيح. اللي سمع عن الإسلام وما بحث عنه نعم هذا يحاسب، أما أنه اللي ما سمع عنه لا يحاسب على الديانة اللي هو شنو اعتنقها. مثلا إذا كان على الديانة المسيحية يحاسب على الديانة المسيحية، باعتبار إذا ما كان شنو، إذا ما كان واصل خبر الإسلام.
نعم، مثل ما طرقت قبل شوية قلت لك أنه قضية القاصر والمقصر، إذا كان عنده تقصير يعني عنده القابلية على البحث يبحث، وإذا كانت ما عنده القابلية على البحث خلاص هذا بحث آخر أيضا. فلهذا السبب نقدر نقول نعم. نعم يحاسب إذا كان إذا وصل خبر الإسلام وما بحث، يحاسب على أنه ما بحث عن الإسلام. نعم. سماحة السيد، معظم الديانات الغير سماوية لها نفس الانطباع عن الله وأنه هو الخالق القوي الأزلي الرحيم بعباده، وأن الشيطان يمثل الشر، فمن أين جاءوا بهذه الفكرة وهم وثنيون؟ طبعا كل الديانات سواء كانت سماوية أو غير سماوية، هذه الديانات تؤمن بأنه يوجد موجد لهذا الكون. موجد لهذا الكون موجود، لكن هذا الموجود منه؟ عند الإسلام احنا نسميه الله، عند غيرهم يسمونه مثلا أسماء أخرى. مثلا عند الديانة مثلا البوذية، الديانة البوذية عندهم موجد للكون، عندهم اللي سوى الديانة البوذية أو اللي نقدر نقول اللي وضع تعاليم الديانة البوذية هم يعتبرونه إله، هو بشر لكن يعتبرونه إله. نعم. وصل إلى مرحلة أنه صار إله، حال حال الآلهة المتبقين. نعم. أيضا عند الهندوس يوجد شخص أو يوجد موجد للكون سموه مثلا تسمية أخرى، ولذلك عندهم هم آلهة. مثلا عندك أبسط مثال، عندك الهندوس عندهم أربعة آلهة، ذولا أربعة اللي هم الأساسيين، أكو جواهم كم إله من ذولا الصغار، لكن شنو نقدر نقول عندهم آلهة ذولا أربعة هم، وبعدين تجي وراهم الآلهة الأصغر من عندهم، لذلك يحجون أربع مرات، يقولون لما تصير الحاج عندهم يروحون إلى أربع مناطق. الدليل اللي عندهم شنو يقول؟ إحنا لما صارت حروب بين الآلهة انكسرت عندهم فد نقدر نقول نسميها شلون علبة الزجاج أو مثلا فد، فوقعت من عندها أربع قطرات على مختلف مناطق، لذلك هذول الأربع مناطق لازم نروح نحج إلها باعتبارها تابعة علمًا للآلهة. زين، هذول آلهة. طبعًا آلهة الخير بالنسبة لهم، لأن هم يقسمون أكو آلهة خير وآلهة شر موجودة عندهم، لذلك يأكدون دائمًا أنه أكو موجد للخلق أو موجد لهذا الكون، لكن ما ينطونه الصفة اللي إحنا نعطيها. نعم، الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء ومرسلين وكلهم أقروا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، لكن اللي ما أخذ بها منه، اللي ما أخذ بها هم شنو؟ اللي يردون رغباتهم، فلذلك مالوا كل الميل المن إلى الديانات اللي تجسد الآلهة. ما عندهم عقول يقدرون يعني يتوقعون أو يتصورون أنه آلهة موجودة وغير مجسدة وما نقدر نشوفها، يعني صعبة عليهم. لذلك نعم، معظم الديانات تقر بأنه أكو موجد للخلق سواء كان بتسمية أو بتسمية أخرى. نعم. سماحة السيد، ما هو الفرق بين الأديان السماوية والأديان الغير سماوية؟ طبعا الأديان السماوية هي من الله سبحانه وتعالى، يعني نقدر نقول بتشريع، نزلت بتشريع، هذا بالنسبة للأديان السماوية نزلت بتشريع من الله سبحانه وتعالى، ووضعت معظم التعاليم والأحكام من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه طبعا متى وضعت؟ وضعت عند ما جاء مثلا عندما جاء الرسل، أو متى ما جاء الرسل بتلك التعاليم، بذلك الوقت هي التعاليم السماوية. أما في بعض يعني عندنا بعض الكتب اللي موجودة اللي يعتبروها سماوية وهي ليست بسماوية، هذه يعني بحث آخر، هذا بحث آخر نقدر نتطرق له، يجوز في أسئلة أو لاحقة أو أن نجاوب عليها لاحقا. لذلك أقول نعم، الأديان السماوية هي جاءت بتشريع من الله سبحانه وتعالى وبأمر من الله سبحانه وتعالى. أما الأديان الغير سماوية هي جاءت بتشريع الخلق، مثل إيش؟
مثلا عندنا الله سبحانه وتعالى لما أنزل قانون، أنزل قانون اللي هو مثلا القانون التشريعي الإلهي، من هذا القانون احنا اقتبسنا قانون، القانون مثلا الوضعي، مثلا قانون السياقة أو قانون غيرها من هذه الأشياء، هاي كلها قوانين تحث الإنسان على عدم شنو، عدم أذية النفس. مثلا أبسط مثال، مثلا قانون السياقة، قانون السياقة مثلا يقول لك مثلا لا تتجاوز الإشارة الحمراء، مثلا الإشارة الحمراء لا تتجاوزها، لأنه قد تجي مثلا سيارة أخرى تضربك، شنو صار عنده أذى على النفس. هذا القانون مقتبس، شنو 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 الغاية من هذا القانون؟ الغاية من هذا القانون هو عدم أذية النفس. هذه عدم أذية النفس منين مأخوذة؟ مأخوذة من الديانات السماوية اللي الله سبحانه وتعالى شرعها، شرع هذه الأديان ونزلها علما على عدم أذية النفس. لذلك نرى فرق كبير بين الأديان السماوية والأديان الغير سماوية. سميت بالأديان السماوية لأنها بتشرع من الله سبحانه وتعالى، يعني من السماء، وسميت بالأديان الغير سماوية باعتبار بتشريع من الخلق. نعم. سماحة السيد، لماذا بعض قيم الديانات الغير سماوية تلتقي بقيم الإسلام إجمالا؟ هي إجمالا ما تلتقي، لكن في بعض الموارد نعم تلتقي. مثل يعني مثل ما قبل شوية جبت أنه أكو موجد لهذا الخلق موجود، هذه عندهم موجودة. مثلا الاحترام القوانين والأنظمة هذه موجودة عندنا، احنا موجودة عندنا الواجبات والحقوق موجودة. لهذا السبب تشوفها مثلا تلتقي من هذا الباب فقط، أما كتشريع وعبادة لا ما تلتقي، لأن عبادة الإسلام أو عبادة المسلمين غير عبادة غيرهم من غير المسلمين، حتى من الديانات الأخرى، حتى إذا هي مثلا ديانات سماوية تختلف جملة وتفصيلا عن الديانات الغير سماوية وحتى عن الإسلام. يعني الإسلام يختلف كثيرا عن الديانات الأخرى، بس يلتقي في بعض النقاط. بعض النقاط اللي يلتقي بها هي مثلا النقاط اللي قبل شوية أنه طرقت لها، هي مثلا الله سبحانه وتعالى والاحترام وغيرها من هذه المبادئ، والرسل أيضا. نعم. هل هناك منبع مشترك لجميع الديانات الغير سماوية من حيث الأصل في العبادة؟ يعني هذا المنبع المشترك ما موجود، منبع مشترك يعني نقدر نقولها بطريقة أخرى، نقول حسب الفطرة اللي اعتادت عليها بعض الشعوب. مثلا بعض الشعوب اعتادت على أكل الميتة، بعض الشعوب اعتادت على أكل الميتة، وبعضهم اعتادوا على شنو، على عبادة الأصنام، بعضهم اعتاد مثلا على السلب والنهب، بعضهم اعتاد على غيرها من تلك الأمور. لذلك موجود في كل شعب أو في كل أمة موجود شنو، نقدر نقول لازم أكو يطلع واحد مثلا نوعا ما مفكر أو نوعا ما ذكي. هؤلاء شو سووا، شنو اللي سووا، راحوا جابوا من بعض الديانات الأخرى اللي هي الديانات السماوية وغير السماوية أيضا، جابوا بعض التعاليم والأحكام ودخلوها وسووا من عندها ديانة، وهي أبسط شيء مثلا الديانة السيخية اللي حاليا جاي يتعبدون بها مثل قبل شوية ذكرت، لأنه هذه نوعا ما ديانة مثل اللي احنا نسميه كشكول، مأخوذ من كل مكان، يعني مأخوذة من الديانة المسيحية، عفوا من الديانة الهندوسية، ومأخوذة منين، من الديانة أو من الإسلام بقليل وضعيها، وأيضا شنو اللي اخترع هذه الديانة وضع بعض التعاليم اللي هي أيضا من تلقاء نفسه. لذلك ماكو منبع مشترك يجمع هذه الديانات إلا الفطرة فقط، يعني عفوا العوامل اللي تتعلق بالفطرة مثل الاحترام وغيرها من هذه الجوانب فقط لا أكثر ولا غير. سماحة السيد، هل هناك شروط من الواجب توافرها في أي ديانة حتى تصبح متكاملة من الناحية العبودية؟ طبعا هو اللي واضع للأحكام والتعاليم
لازم أن يكون هو شخص يكون كامل ومتكامل في وضع التعاليم والأحكام. وهذا الشخص الكامل أو مثلا هالكيان الكامل والمتكامل في وضع هذه التعاليم ما موجود إلا الله سبحانه وتعالى يضع التعاليم والأحكام لإيجاد أو مثلا لتشريع ديانة تكون متكاملة من كافة الجوانب أو من كافة النواحي. نعم نقدر نقول مثلا بعض الأشياء اللي هم يعتبروها مكملة لبعض الديانات، مو احنا نعتبرها، هم يعتبروها مكملة لبعض الديانات أو لدياناتهم، مثل حرية التفكير، العدل، المساواة، عدم الظلم، الحقوق، الواجبات، حرية التعبير، هذه نوعا ما بالنسبة لهم أو يعني هم أو من ضمنها مثلا احترام الكبير، هذه نوعا ما بالنسبة لهم مكملة، مكملة لمن لتكون الديانة كاملة. وعلى ضوء هذه صارت معظم الديانات الغير سماوية. نعم سمح السيد، احنا ما زلنا في الجزء المختص بالأديان الغير سماوية، تعذرنا سيدنا نقف في هذا الجزء المختص بالديانة الغير سماوية لأن جانب دسم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة ندخل إن شاء الله بالجزء المختص بالديانات السماوية. أعزائنا المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا، آملين إن شاء الله أن نلقاكم بالحلقة القادمة، انتظرونا، إلى اللقاء.